اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله امي. بساطه، سهوله، مرونه، لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. النهارده البساطه في ايه يا عم الشيف؟ معانا بتنجان ابو قلب ابيض الحلو، ولكن البتنجان اللي انا شفته امبارح وانا بعمل المشتريات بتاعتي شفت نوع بتنجان لطيف وجميل. الشكل بتاعه مش اسود قوي، معانا ده وده على فكره، بس ده عجبني شكله، شكل الموف الحلو ده. هعمله النهارده طاجن مع الحمص الشام، يعني بروتين نباتي، ولكن وبرده هنا في بتنجان اسود اهو، ده بتنجان وده بتنجان، ده مش خوخ. ها ايوه هو ده، بس هو شكله لطيف واحد. ايوه لا لا، ده بتنجان. هنعمل ده دلوقتي طاجن بالحمص الشام. حمص الشام غني جدا بالبروتين النباتي، ولكن له مشاكل مع الناس اللي عندها مشاكل مع القولون، الجهاز الهضمي. هنعالج ده واحنا واقفين مع بعض في الطبق نفسه. معانا الباميه الويكه، بحيي طبعا الريف المصري والصعيد المصري واهل اسوان والاقصر وكل الحبايب. الويكه اكله مصريه اصيله، هنعملها النهارده بشوربه اللحمه. عندنا شويه شوربه لحمه في الثلاجه حلوين متسبكين مخدومين، هنعمل بيهم ويكه النهارده، ونعملها بالطشه اللي هي التومه مع الكزبره الخضراء. الصيف وايام الصيف والحر، وبادئ النهارده درجه الحراره 40، عايزين نعمل السموزي، بس السموزي ده نضرب عصفورين بحجر، يعني يساعد على الهضم وفي نفس الوقت يلطف الجو. فهعمل السموزي النهارده بالخوخ بالزبادي، لطيف وجميل، ممكن تحليه بسكر او عسل، ولكن الخوخ بتاعنا بتاع سينا والواحات مش محتاج لا سكر ولا عسل، هو طبيعي مسكر. مش عايز اطول على حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اكيد معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن بطعم كبير وشكل جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لاكله اسمها الويكه اللي هي الباميه. دي بتتاكل بالعيش اللي هو الفينو، او بيسموه العيش الصاج يعني، وبيبقى تخين كده حلو، بيتخبز في الريف المصري والصعيد المصري، ولكن ممكن ناكلها مع رز ابيض حسب الرغبه يعني، ولكن بيبقى فيها سنه سبايسي شويه، وده اختياري. مقاديرها على الشاشه، لازم تكون باميه خضراء وطازه، ما تنفعش المجمده، المجمده ما تمشيش مع الويكه. لازم نقطفها كده ونجيبها ونغسلها وتتقطع بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. دي الباميه. معانا بصل وتوم، كزبره خضراء، كزبره ناشفه، وشويه شوربه لحمه حلوين مخدومين. معانا هم زي الفل. ده المفرك على فكره اللي بنفرك بيه الباميه، في منه الخشب وفي منه الالمنيوم. دي الشوربه بتاعتنا جاهزه، مهيئينها زي الفل، هي بتغلى على النار. عندك في الثلاجه سلقه لحمه قبل كده موجوده اهي. شوربه لطيفه وحلوه، فيها ريحه العيد ولحمه العيد وخير العيد وبركه العيد، حلو اهي. على النار. تعالوا مع بعض نعمل الويكه، وخاصه بهديها لكل المبتدئين في المطبخ من الأمهات اللي عايزين ياكلوا أكلة لها أصولها ولها جذورها المصرية. معانا بصلة ناعمة كده، حلو، أنا خدتها نحمرها تحميرة حلوة مع فص توم حلو. الطبيعي إنك بتحمر البصلة الأول قبل التوم عشان الاتنين مرحلة السوى بتاعتهم مختلفة، فما تحطيش البصل والثوم في وقت واحد في الطاسه او في الحله اللي بتسوي فيها. بصلها دي كفايه. هنستخدم معلقه سمنه بلدي حلوه، الويكه بتحب السمنه البلدي اهي زي الفل. ما نكترش لان الشوربه بتاعتي دسمه. حلو، ناخد البصله الحلوه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمرها هنا. حلوة أوي، والبصلة بتتحمر عشان عينك ودموع العين غالية علينا. بنحط شوية بهارات. الله، والله أنا بشم ريحة البصل حلوة أوي على فكرة. وعلى فكرة الأبحاث العلمية أثبتت إن ريحة البصل أو دموع البصل بتغذي قرنية العين. هي معلومة صح أو غلط بيقولوا كده، ممكن ان احنا نتاكد من المعلومه دي برضو، مفيش عادي مفيش مشكله. ناخد شويه البهارات الحلوين على البصلايه علشان ريحه البصل ما تبقاش في المطبخ. حلو،
أول. لا مش هنحط لها زعتر دي يا غالي، زعتر لو هنعمل مكرونة أو هنعمل صوصات يعني. الزعتر ما يمشيش مع الويكا، يمشي معاها كمون وكزبرة. شفت البصلية خدت لون حلو ازاي؟ اهي. مدرسة المغازة بتقول معلقة زبدة مع تحمير البصلة بيديها رونق، بيديها شخصية، بتتحمر بسرعة، بتديها طعم. اه حلو. وهي بتتحمر كده بننزل بشوية التوم. الله. ونقلب كده. أصبحت هنا إيه؟ جاهزة للشوربة. حلوة أوي. هي لوحدها كده البصلاية تتاكل. تمام؟ معلقة معجون طماطم لأن الويكة بتبقى لونها شوية مدي على حمار، وده اختياري برضو. ممكن نكتفي بالشوربة زي الفل. الله. حلوة أوي. لغاية كده زي الفل يا عم الشيخ. عندنا شوربة، شوربة لحمة بنصفيها بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يلا بينا، يلا بينا على بلد المحبوب. هو ده. اللهم صل على النبي. يلا 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 بس خلاص. تمام. دي الشوربة بتاعتي. بنقلب كده. خلاص جاهزة. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ نقف محطة هنا. دي لوحدها كده شوربة. يعني لو عايزة تعملي شوربة هتجيبي شوية رز مصري حطوهم في قلبيها وتبقى شوربة لطيفة وحلوة. جيبي شوية لسان عصفور وحطوهم في قلبيها تبقى شوربة لطيفة وحلوة. جيبي شوية شعرية متحمرين تبقى شوربة الشعرية، وهدي وهكذا. اهو تمام. ناخد البامية بتاعتنا. أنا بقول لك على أفكار يعني، وأنت إيه واقفة في المطبخ كده، لأن المطبخ ده لما بقول رؤية وفن وإبداع لازم تبتكري وانت واقف. ننزل بالبامية. بامية بصمتها وطعمها بتقول أنا مصرية، بنت مصرية. شفت البامية؟ من خير أرضنا، خضار وجمال وحلاوة. وبحب اللون الموفي اللي فيها ده كده. البامية اللي فيها لونين دي بتبقى حلوة. ويا سلام دي مع حتة لحمة ضاني يا شفي، يا سلام. والحتة اللحمة تكون مستوية جامد، دايبه دوب كده. الله. شفت الباميه نزل كده؟ هتغلي بقى، وبعد ما تغلي بالمفرك وبنفركها بس خلاص. وشويه عيش حلوين كده وشويه بتنجان مخلل واتعشت. شفت الباميه؟ مش عايز تسيب ايدي. حلو. تمام زي الفل. خلصت الويكه. نقلبها. انا مش بفركها دي يعني، بس بقلب بكده. انا حابب المفرك ده على فكره. سيبها كده تستوي وتتهري على فكره. دي مش تضربش في الخلاط، هي لما تستوي لوحدها بمجرد ما تقلبيها هتتهري لوحدها. الباميه بتاخد وقت كتير في السوى. لاحلى طبق ويكا بهديل اهل اسوان والاقصر والصعيد الجميل الحلو. دي فيه البركه بتاعت امهاتنا، شوربه العيد ولحمه العيد. اه هي استوت شويه، هي اتهرت من غير على فكره، من غير ما لسه استخدم المفرك ولا اي حاجه. سبحان الله. باميه خضراء طازه ما بتاخدش وقت كبير في السوى على طول. اهي زي ما انت شايفاها كده اهي، بمجرد ما بتاخد غلوه والتانيه والتالته بتتهرس معاك. اهي هنخليها على النار. تعالوا نعمل الطشه بتاعتنا. طشه الويكا الطازه عباره عن معلقه سمنه حلوه، كزبره خضراء، تومه، كزبره ناشفه للتلاته مع بعض، مع عصرة ليمون حلوة، وفي الآخر هننزل بيها على الويكة بتاعتنا الحلوة دي كده. أنا بعملها كده، أنا عارف إن أنتوا شطار بتعملوها أحسن مني. أه. نعملها بمعلقة سمنة؟ أه معلقة سمنة. معلقة سمنة حلوة لطيفة كده أهي. يلا. حلو. ونحط التومة بتاعتنا وما نستناش عليها لما تتحرق. الله. بالشكل ده كده. ننزل بالكزبرة الخضراء. الأكلة دي لما تتشرب بالمعلقة. الله. دي كزبرة خضراء، كزبرة ناشفة. اهو ايه الحلاوة دي؟ الكزبرة الخضراء بتاعتنا الجميلة الحلوة. الله.
هو ده يا عم الشفاء. تاخد الاحمرار ده كده كزبرة خضراء كزبرة ناشفة برشة فلفل حلوة كده تديها طعم السبايسي. شوفي بقى التركية دي بقى، شفت الطعم المصري الأصيل ده بقى أهو. ريحة الكزبرة طلعت. نقف محطة صغيرة هنا، المحطة دي بتقول بطاطا حارة. عندك كيلو بطاطا، نص كيلو بطاطس، البطاطا اللي هي البطاطا يعني، يتقطع كريهات يعني مكعبات ويتتحمر وتنزل على الكزبرة الخضراء دي، تبقى أشهر طبق مقبلات في لبنان اسمها بطاطا حارة. صدور فراخ تتقطع وبعد ما تتحمر تنزل على الكزبرة دي، ويبقى دجاج بالثوم والليمون. خلينا ننزل بالويكة كده أهو. أه أه الله الله الله، ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه ده؟ ايه الشكل الانسياب الحلو ده؟ هو ده هو ده. اه يا ويلي يا ويلي يا ويلي. نعم. لا بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، ارجع تاني كده. الله، خلصت الويكة. أنا عارف برضو يا أمي يا أختي يا خالتي يا عمتي يا تيتا بتعملها أحسن مني. اه أكل الأم لا يعلى عليه. الويكة، ملوخية، حاجات بتاعت الزمن الجميل والزمن اللطيف، الزمن الحلو. اه دي مستحيل لو الشيف اتعلق في النجفة، عمره ما يعمل أكل الأمهات كده. الويكة جاهزة، نمسح البوتاجاز بتاعنا ونقدمها. دي عدلها عيش بلدي، شوية رز أبيض لو في أطفال، ده اختياري. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ظابط الملح ما تقلقش، ده انا هشربك دلوقتي عصير سموزي الخوخ بالزبادي يهضم الخروف. دي الويكه، اللهم صل على النبي. لا وريحتها حلوه، فيها طعم الريف المصري والصعيد المصري، باميه طازه. اه شفت ازاي؟ اه شفت القوام ده كده؟ اوعى تقولي عشان تبقى تقيله احط معلقه نشا ولا معلقه دقيق. خلي بالك، هي الباميه بطبيعتها بتدي القوام ده. اهو اهو القوام اللطيف ده. اهو شفت اهو شفت اهو شفت ده كده. دي شفت العرق بتاع الباميه؟ اهو جيب عرق الباميه. اه العرق المصري الاصيل. اه يلا بينا نغرفها، يلا نغرفها. الف انا وشفا، اللهم صل على النبي. آه. ويكا يا ويكا ويكا يا ويكا. اهدى اهدى، هو ده هو ده. الف هنا وشفا للي ياكل. تتشرب بالمعلقه دي صحه. اه فيها الطعم المصري الاصيل. خلصت الويكا. يعني انا الليمون خليه حسب الاختيار، يعني الليمون ايه، الواحد يغرف الطبق بتاعه كده ويعصر الليمون عليها كده وبالف هنا وشفا. مش محتاجه معلقتين رز ابيض، ماشي عيش حلو كده تبقى لطيفه.